كل مرة هتصلي بحرارة من قلبك هتلاقي ربنا بيقولك ما تركز بقى معايا وفي شغلي، ما تيجي نعيش حاجة رسالة كده، ما تيجي بقالنا قيمة عشان ناس تانية تستفيد. ما المسيح ما عاش لنفسه عاش للناس، فعاوز كل عياله يعيشوا للناس مش لنفسهم. كل شوية يقولك لا مش هختم ومش هتكلم عنك تاني وكفاية بقى بهدلة وخليني نصح زي الناس النصحة اللي عمالة تعمل فلوس، وربنا ياخد الكلمتين ويسكت وبعدين ايه يجي لك انت بتصلي كده ويقعد يقنع فيك ويحايل فيك. صدقني ده انا بعمل لك رصيد، ده كله ليك في الاخر. لو قريت الانجيل كويس بالذات الاناجيل الاربعة مفيش اصحاح مش هيقول لك ركز بقى في السماء، ركز في المفيد، اشتغل شغل ربنا، بص على السماء، بص على ابديتك.